عاملين ايه؟ كله كويس؟ طبعا انا مش هعمل اي حاجة من اللي حصلت من شوية، هتبقى صعبة علي. فاحنا هنتكلم مع بعض، يعني انا اوريدي رغاية. فتمام. طبعا قبل اي حاجة انا حابة اقول لكم شكرا جدا على الاستضافة، واشكر كل الناس الاورجنايزرز وكل الناس اللي عاملة تيدكس في طنطا. انا سعيدة، انا اول مرة اجي، والمكان عظيم لحد دلوقتي اللي انا شفته يعني. فمرسي جدا للاستضافه وشكرا على الايفنت الحلو ده. انا اول ما كلموني، خليني اقول لكم الاول، انا اول ما كلموني علشان اجي اتكلم في تيدكس، الصراحه اول حاجه بتيجي في دماغي تيدكس هي ideas worth spreading يعني عموما. طبعا يعني وانا اول سؤال سالته رحب عندك ايه تسبريد، الصراحه مش عارفه بالظبط، قعدت افكر مع نفسي كده، فللامانه ما لقيتش حاجه. بس فكرت انه في النهايه ممكن احكي لكم حكايتي ببساطه، اللي غالبا جزء منها اكيد كان سبب من الاسباب اللي خلى القائمين على اليوم العظيم دوت يستضيفوني النهارده اني اقول التوك دي. وعلي كان يا مكان ننزل بتراك الف ليله وليله. انا اصلا طفله وحيده، دايما كنت كل لما اقول لحد انا طفله وحيده يعني، فدايما يقول لي ولا ولاد، اللي هو دايما يفهم وحيده ده مش نوع، دي حاله زي ارمل اعزب يعول، مش حاله. فيعني اللي هو تمام اوكي، لا ما عنديش ولا ولاد ولا بنات ولا اي نوع ثالث يعني عموما، فانا وحيده. ما عنديش اخوات في المطلق، تمام ده كده. كنت طفله خجوله جدا، ما بكلمش كتير، ما بعملش اي كونتاكت مع اي حد، يعني كده منطويه في ذاتي، ودايما بخلق شخصيات بتكلم معاهم وبلعب معاهم. صلاح طبعا ممكن بعضكم يكون عارفه. المهم غير كل ده بقى كمان، انا كنت شخصيه بلا فخر بلا موهبه اطلاقا، اللي هو مفيش. تمام. حاولت مره في المدرسه ان انا اغني، شفت في نفسي حاجه يعني، فقلت انا اغني. كان ساعتها اوبريت الحلم العربي لسه نازل، وقالوا هيعملوا حفله في المدرسه، فانا قلت ايه تمام، انا ممكن اطلع اقنع مدرس المزيكا ان اغني حاجه في اوبريت الحلم العربي، والموضوع ان شاء الله يمشي وبتاع. فالصراحه فضلت ايه ورا الراجل كتير جدا، اللي هو هنط لك في بنطلونك، فضلت وراه لحد ما قال لي خلاص يا بنتي خلاص، عايزه ايه؟ قلت له انا عايزه اغني. اديني مقطوعه. قال لي طب انت عايزه انهي؟ قلت له انا الصراحه عيني على الحته بتاعت اصاله، انا شايفه نفسي في اصاله، العرب بتاعتها هتناسب طبقه الصوت، انا شايفه نفسي في كده. انا صراحه كنت بفكر يعني يا اصاله يا ذكرى الله يرحمها، فجت في اصاله. تمام. قال لي خلاص خد يا اصاله. خلينا نقول جت الحفله وغنيت، بس طقطقه صغيره بتاتا غنيت، كنت جايبه ثلاثه اربعه كده تبعي يسقفوا، عشان زي ما حصل هنا يعني فاهم، هتلاقيهم متنطورين في كل مكان. ف بلاش. حاولت العب رياضه. انا اولا يعني انا بغرق، انت لو جبت عليا دلوقتي دلقت عليا جرده الميه هغرق لوحدي، فمش محتاج تنزلني البحر، ده حاجه. تاني حاجه انا 160 سنتي، اوكي انا 160 سنتي طبعا، ده دلوقتي، ساعتها كنت 60 سنتي بس، فيعني مفيش. وكانت اللعبه الوحيده المتاحه كان باسكت بول، فالمهم حاولت العب باسكت بول، خلينا نقول حاولت، لحد ما في اخر السيمستر الصراحه المستر بتاع جيم لقيته فجاه كده، كنا بنلعب فلقيته راح جه شايلني وقال لي حطيها في السله يا حبيبتي، حطيها في السله. حطها في السله، حطيتها في السله مش مشكله يعني، بس اللي هو كان حلم يعني. فتمام حصل. فتمام، فانا شخصيه بلا موهبه، خلينا نكون متفقين على الموضوع ده. اللي زاد وغطى بقى ان انا ايه كنت اقولها في المدرسه، قولها صغيره تجيب حافيه ميه بتسقع لوحدها، كنت فاشله فشل ذريع. خلينا نقول ان انا امي كانت بتيجي المدرسه اكتر ما مدرس العربي كان بيدي حصص، وخلينا متفقين ان العربي اجباري فاغلب اللي فكان بيجي كتير، فامي كانت بتيجي كتير، كنت فاشله فشل ذريع.
الحاجه الوحيده اللي كنت يعني بحب اعملها جدا هو اني اضحك الناس عامه. كان مثلا لما يجي لنا حد ولو تمام انا بدات افك شويه اقعد اقلد لهم شخصيات عبد الفتاح الاسري، اسماعيل ياسين، واقعد اعمل حركات غريبه كده، كنت مش طبيعيه عموما ولا زلت يعني. فتمام، فدي الحاجه الوحيده اللي انا كنت بحب جدا ان انا اعملها. خدوني مره اعمل دوبلاج، انا خالي خريج فنون مسرحيه، خدني عملت دوبلاج لكرتون، انبهروا طبعا، طلع اصوات غريبه ما علينا. فعملت الدوبلاج ده، بس ساعتها ما كملتش في الموضوع لانه ببساطه ما كانش ده يعني الفكره عن الموهبه، يعني ايه بتعمل اصوات وكرتون ومش عارف ايه، فتمام فاكس يعني الموضوع عدى فخلاص تمام. المهم الحمد لله عدت الايام وجت السنه الفاصله، اهم سنه في حياه اي مصري متعلم، الثانويه العامه. طبعا اعتقد بعد التقديمه ديت كلنا متوقعين، كانوا هم متنبئين لي بيه يعني دون بوسكو قسم الحام يعني خلاص، يعني هي ده اقصى طموحاتك ولو جبت مجموعها يعني هو الموضوع مش هيمشي اصلا. المهم قررت ان انا ادخل ادبي انطلاقا من مبدا ان انا بحب التاريخ والفلسفه والكلام ده كله. قعد يقول لي هو ايه ماشيه بالحب، مش الثانويه العامه مش ماشيه بالحب. قلت له طب ماشي اوكي نجرب بقى، يعني خش علمي، كنت انا غبيه اصلا ما علينا يعني. فدخلت ادبي. المهم عدت الايام دروس والجو ده وبتاع، وبعدين قبل النتيجه بحوالي 15 يمكن 20 يوم امي توفت. فهي كانت صدمه بالنسبه لي جدا، انا كنت صغيره طبعا ساعتها، وبعدين اللي هو حسيت فجاه ان حياتي انتهت فعليا، يعني سبب وجودي في الحياه اختفى. فغالبا انا كمان اختفيت في مرحله معينه، كنت قفشوني كده واقفه في الشقه عماله لم في هدومي وماشيه، فبيقولوا لي في اني راحله خلاص ما حدش يكلمني انا ماشيه فعليا، خلاص انا همشي. رحت بعد كده قعدت عند جدتي اللي هي نانا، والدتي اكشلي هي اللي مربياني اللي خلتني نانا يعني، وقعدت معاها. وبعدين في مره كنت قاعده مع جدي اللي هو والد والدتي، فكن هي بنته الوحيده وبيحبها جدا يعني هي البكريه كمان، فكنت بقول له طب وانت عامل ايه يعني نتكلم مع بعض كده، فقال لي انا الحمد لله كويس. قلت له الحمد لله، فقال لي اه الحمد لله، وكان بيبتسم كمان يعني. فانا اللي هو ساعتها بس الموضوع كله ان انا اتخضيت، اللي هو قعدت فكرت مع نفسي، ويمكن هو سؤال ساذج بس اللي هو في اغلى من ان البني ادم يخسر الضنا بتاعه او اغلى انسان في حياته مع ذلك يبقى عنده ايمان لدرجه انه يقول الحمد لله ويبقى كمان بيبتسم؟ فحسيت ان انا محتاجه ان اتعلم حاجه من اللحظه دي بشكل من الاشكال، فساعتها قلت الحمد لله. كملت بعد حوالي 10 ايام طلعت نتيجه الثانويه العامه اللي هي ثانيه ثانوي ادبي، رحاب انت جبتي 91%، ايه الهبل ده، انزل لي يا ابني بتراك ابراهيم نصر ايه الكلام ده، ده استظراف على فكره. قعدت حاولت اعمل اعاده تصحيح بس رفضوا يعني مش عارفه تمام يعني. بعدين دخلت ثالثه ثانوي، بعدين برضو نفس الفكره، النتيجه طلعت رحاب انت جبتي 99% في ثالثه ثانوي، انزل لي يا ابني بتراك ابراهيم نصر تاني، الحوار بايظ خالص مش ممكن، لا في حاجه غلط والله. انا وقفت اقول لهم لا 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 لا, لا, لا. انا مش هقبل بالنتيجه دي مستحيل والله. والناس الجيران اللي جنبنا بقى جم قعدوا يخبطوا هي سقطت ولا ايه. فانا جدتي يعني قلت لها لا والله يا اختي دي نجحت بس هي اللي مش مصدقه. قلت لها طب ما احنا لازم ما نجحش عليك يا فندم خلاص، اصل انا كده افريج جبت 94 وحاجه 95%، وانا خلاص معلش انا مرستها نفسي على دون بوسكو قسم الحام، ليه بتدمروا لي مستقبلي يعني انا مش فاهمه يعني خلاص انا دون بوسكو قسم الحام تمام، أفرول موجود كل حاجة متزبطة خلاص. ف 95 سألوني عايزة تخشي كلية إيه؟ فعمري ما كنت أتخيل إني هتسأل السؤال ده أبدا حاجة غريبة. المهم سألوني والله أبوي كان فرحان جدا وهو بيسأل، فقلت له يعني إعلام قسم صحافة يعني كده أهو. فكل الناس ليه من إمتى؟ أنا بعد والدتي ما توفت وجدت في الكتابة ملاذ،
وجدت فيها فرصة للتعبير عن نفسي والتعبير عن حاجات كتيرة قوي أنا بفكر فيها وعن أحاسيس ومشاكل. أحاسيس دي وحشة، خلينا نكمل، يعني حاجات تانية كتير، مشاكل عموما. وعشان كده كنت مقررة أني أدخل إعلام، هي كانت حاجة كده في الباك جراوند يعني، وكانت مستحيل تتحقق، فسبحان الله يعني ربنا قادر على كل شيء. دخلت كلية إعلام، كنت داخلة بقى إحساس إيه، عيل جايبينه كوكي بارك، أنا هجرب كل اللعب، أنا سعيدة، أنا مبسوطة بإعلام. عمري أنا حاليا مدرس مساعد، عمري ما شفت طالب داخل بالفرحة دي. كنت داخلة بقى اللي هو يا أخواتي يا أهلي يا صحابي، اللي هو مش ممكن. كنت سعيدة سعادة غامرة، يعني لا تليق بفكرة إنك داخل إعلام في النهاية، ما أنت هتطلع مش هتلاقي شغل. أنا عرفت الحياة المرة بعد كده بس تمام. فكنت داخلة، دخلت إعلام جامعة القاهرة، قسم صحافة كان لسه قدام، بس كانوا لسه فاتحين شعبة اللغة الإنجليزية، مش انطلق من باب اللي هو على راس ويشه والكلام ده، بس يعني كان عالمي كله كده، فقالوا طب نرشقها في انجليزي برضو مفيش مشاكل يعني. دخل وكنت عايزه اتعلم كل حاجه واعرف كل حاجه واتعرف على ناس كتير واشترك في انشطه واسر وحاجات كتيره جدا، لحد ما طلعت نتيجه سنه اولى سنه اولى كليه، علشان يقولوا لي ان انا الاولى على الدفعه اتصور مع ابراهيم نصر، بس وخلاص، مش عايز حاجه تانية، انا هتصور معاه وخلاص، ما عنديش مشاكل، بس يعني يطلع يظهر يعني، اكيد مدفوع له حاجه، اعرف مين وراه تمام. جت سنه تانية 2007، بدات ان انا ادخل اروح اتدرب في مؤسسات صحفيه، قابلت ناس قعدوا يقولوا لي انت متخلفه وما بتفهميش، وكل لما اكتب حاجه تترمي في الزباله، ويقول لي انت قله. قلت له ما انا عارف، طب قلت حاجه جديده، ما انا على طول بقول ان انا قله، قول لي حاجه جديده، لو قلت لي انه شاطر نبدا نتناقش، لكن انت بتقول ان انا اقول له اوريدي. فتمام، قعدت حاولت اتعلم كل حاجه. جت سنه ثالثه، بقيت الطالبه المثاليه على كليه اعلام، كنت خايفه ارمي ورقه في الارض، والله قعدوا يقولوا لي انت بقى قدوه وبتاع، قلت لهم قدوه طيب. بس جت رابعه، خلصنا بقى الليله كلها، قال لك ايه، انت طلعتي الثانيه على الدفعه في المطلق والأولى على قسم صحافة. مرسي طبعا، شكرا، بس ده هزار برضو، اللي هو يعني ليه، أكيد لا في حاجة غلط في الحوار ده. المهم طبعا هم كانوا مخبيين عليا بقى إن أنا هتعين، قالوا لي بقى إن أنا هبقى معيدة، قلت لهم والله طيب، وبيعملوا إيه بقى المعيدين دول؟ اشتغلوا ايه بالظبط يعني؟ عشان انا بشوفهم بياخدوا الاتندنس وبيمشوا، يعني في حاجه تانية بيعملوها لو اوريجينال او كده، بس خلاص يعني. المهم كملت، بغض النظر ان انا اتعينت معيده في الكليه، كملت شغلي في الصحافه وفي الاعلام، اشتغلت في مؤسسات صحفيه كتيره وفي قنوات في التلفزيون، لاني حابه جدا المجال وحابه اني اعرف عنه كل حاجه. اتعينت معيده زي ما قلت، وبدات ان انا افكر اعمل الماجستير بتاعي. الماجستير بتاعي كان التطور الطبيعي، حاجه ساعه انه يتعمل بالانجليزي، يعني انا متعلمه 4 سنين بالانجليزي، مش انطلاقا من مبدا بس ان انا جايه من اول فيصل يعني، لا بس خلاص انا لازم اعمله بالانجلش. كل الناس في الكليه قالوا لي لا ومش هينفع ومستحيل ومحدش بيعملها ومحدش عملها والكلام ده، قلت لهم يعني نعملها، ما نعملهاش ليه. قعدت عفرت حوالي سنه علشان اعمل الحوار ده، انه الماجستير بالانجلش، والحمد لله عملته بعد معاناه، خدته الحمد لله، وفضلت بشتغل في الصحافة والمؤسسات الإعلامية اللي أنا قلت عنها. طبعاً أنتوا تعتقدوا كده أن القصة انتهت، للأسف ما انتهتش. الفكرة كلها أنه أنا من حوالي 5 شهور بدأت فكرة كده هو. أنا طول الرحلة اللي فاتت دي كان الضحك والكتابة هما الأعمدة فيها، دايماً بضحك، دايماً بكتب، وفي الاخر بقيت بكتب حاجات يعني في 3-4 بيقولوا انها بتضحك. فتمام، فبدات اني اسجل حاجات، مقاطع صوتيه، بودكاستنج، هم لسه الصراحه انديسايدد حوالين يسموها ايه، على ساوند كلاود. فمن حوالي 4-5 شهور بدات اسجل الابيسودز دي، الحلقات ديت، واحطها على ساوند كلاود. اول حاجه سجلتها كانت نصايح لدفعه اعلام الجديده. الطلبة اللي عندنا في كلية إعلام لما بيخشوا سنة أولى بيبقوا مش عارفين قوي يعملوا إيه، وأحياناً يعني انطلاقاً بقى من مبدأ إن أنا مس، وإن هم لسه أطفال،
ان هم مش بنات بتيجي تعيط عشان ناقصين نص درجه. فانا عماله احاول اهديها. يعني انا قعدت 3 سنين بهدي يعني في بنات ما بعملش حاجه تانية. حبيبتي نص درجه ده عادي يا ماما، انت مش ساقطه كده، انت ناقصه نص درجه. مش فاهماني؟ Do you speak English؟ طيب اي حاجه يعني، طب اي كونتاكت يعني، حاولي تكلميني عبري لي عن اللي جواكي. مفيش يا بنت، بتعيط عشان ناقصه نص درجه فعليا. تمام. وحاجات بقى من هذا المنطلق، كلها امال واحلام. يعني الناس عايزه تطلع منى الشاذلي، محمود سعد، سقف طموحات عالي قوي، ممكن نقللها شويه يعني، وهكذا. فحاولت ان انا بشكل من الاشكال بس احط لهم لمبه في الطريق، اقول لهم بس ايه يعني، بالذات بلاش مس عشان تصلوا في الشرايين، بلاش يعني، قول يا رحاب او يا انسه يعني، مفيش مشاكل اي حاجه. المهم سجلت الحاجات دي على ساوند كلاود، وفعليا انا كنت برميها في الفضاء الخارجي، انطلاقا من مبدا انه زي ما قلت لكم انا كنت بعمل دوبلاج، فبحب جدا ان انا اسجل مقاطع والحاجات دي كلها، فقلت اجرب صوتي يعني. الفكره كلها انه مع الوقت لقيت انه تمام، سمعوا 5 كده وعاملين لايك يا ربي، زراف قوي تلاقيهم صحابي. مش ممكن. بعدين لقيت ايه حوالي ايه مش عارف بقوا 50، قلت يا ربي الطلبه فظاع. كورس وورك هيلعب لعبته. بعدين فجاه لقيتهم بقى ميات. رحت مكلمه دود، دي تبقى صاحبتي خليلي انتيمي، دي دينا يعني عشان ممكن حد يفهم دود ده ولد. فكلمتها في التليفون قلت لها دفع لهم كام، انا عارفاكي ليكي قدره انك تعملي كده، دفع لهم كام؟ قالت لي انا ما اعرفش حاجه ومعيش فلوس. ده رد مقنع لانه على يدي ما حدش معاه فلوس. فالمهم الموضوع خرج من مجرد ميات لالوفات، علشان بعد كده اعمل حاجه اسمها قانون الاكتئاب. مش عارفه انتوا سمعتوا عنه ولا لا. يعني والله هو يعني دايما كل ما حد بيسالني قانون الاكتئاب فبقول له انا كنت يعني، بيقول لي بقى دايما الاسئله مع الوقت بتبقى يعني السؤال بيبقى عميق، طلع ازاي؟ اما حد بيستضيفني مثلا او كده، لان الموضوع ده بقى كتير مؤخرا، طلع ازاي؟ فانا لو انا عايزه ادور على اجابه عميقه لان الحوار بسيط. فالمهم هو انا كنت قاعده في اوضه ضلمه، وبعدين انا كنت متضايقه مش فاكره متضايقه من ايه والله نسيت، وبعدين كان البوم اليسا لسه نازل، واليسا بتقلب المواجع والجرح لسه واجع، فما كانش حلو. فكنت بكلم واحده صاحبتي فبقول لها اليسا صعب اللي هي بتعمله صعب، فقالت طب ما تكتبي ده ميلي ساوند كلاود يعني وبتاع. فروحت كاتبه اول حاجه، وبعدين جرت بقيه الحاجات بتاعه قانون الاكتئاب، فلقيته وان فايرل جدا، ناس كتير سمعته، ناس بقت بتوقفني في اون ذا ران، قلت ايه جو غدا عبد الرازق ده، ايه اللي بيحصل، ناس عايزه تتصور وحاجات غريبه، بيقولوا لي احنا مش عارف بنحبك يا فنانه، وبدات اغني اغنيه كارول سماحه اضواء الشهره بتقتلني، ومش ممكن مش عارفه في ايه، اللي هو الموضوع واخد اكبر من حجمه يعني، موضوع ابسط من كده. فالمهم لحد اما لقيت الباشمهندس اللي ماسك موقع ساوند كلاود بعت لي ايميل بيقول لي ان انا في الاربع شهور شغلي كله على بعضه اتلعب او اشتغل يعني 1.5 مليون مره. انا شايفاهم كتير، وشايفاها انها الصراحه كتير كتير عليا يعني عموما. الفكره كلها لما دايما بفكر في الحوار، في حواري والقصه دي كلها على بعضها، بفكر مينلي ان انا مخضوضة جدا ببساطة، لأني يعني عمري ما كنت أتوقع في حياتي أبدا إن الطفلة الوحيدة الفشلة الغير موهوبة الخجولة لما بتعملش أي كونتاكت مع أي حد وبتتكلم قليل جدا هتبقى في يوم من الأيام بشكل من الأشكال واقفة على المسرح النهاردة بتحكي قصتها عموما للوصول للحلم اللي هو فعلا ده حقيقي، انه وقت الانتقام، شيء عظيم. والفكره برضو اللي انا وصلت لها انه خلاصتي دايما ان وفاه والدتي كانت نقطه تحول في حياتي، انها خلتني بشكل من الاشكال دي مامتي ودول احنا الاثنين
احيانا ما بعرفش انا انهي واحده فيهم لان الاثنين شبه بعض شويه نفس البوز في مشاكل بتحصل بروفيل علينا. وفاة والدتي كان هو نقطة التحول في حياتي لأنه ببساطة خلاني أكبر وأتعلم أعرف حاجات كتير يمكن أبص للدنيا بشكل مختلف أبص لمستقبلي بشكل مختلف. كان بس كل حزني طول الوقت دوت طول الفترة دي إن هي اتوفت وهي شايفة بنتها قلة يعني فشلة فشل زريع ما شافتش أي حاجة من اللي البعض بيشير إليه على إنه نجاح أو لا. وده لحد النهاردة بيمثل حزن بالنسبة لي أنا يعني. تاني حاجة وتاني خلاصة إنه إن أنا توصلت لها يعني إنه أنا برضو يمكن أكون عرفت أعمل حاجة لأني عرفت أنا بحب إيه. أنا بحب الضحك وبحب الكتابة بحب أضحك الناس جدا لو قدرت يعني. الكلام ده كله هو اللي قدر يوصلني بشكل من الأشكال إني أحقق دوت إن أنا عرفته. دايما بقول ان البني ادم اللي قال حب ما تعمل هو برنس جدا على فكره هو فهم التيتا بدري. بس هي الفكره والاهم من ان انت بس تحب ما تعمل هو اكشلي ان انت تعافر علشان ما تحب. انت محتاج تعافر علشان اللي انت بتحبه محتاج تعافر علشان حلمك لانه في النهايه الحلم ده هو دليلك هو بوصلتك هو اللي خليني بشكل من الاشكال النهارده انا واقفه بتكلم معاكم لانه في النهايه الحلم ده هو اللي هيخلي لك في يوم من الأيام بالمعافرة قصة تقف تحكيها وتبقى فخور بيها فيها فشلها وفيها سقطاتها وفيها برضو نجاح. وعلشان كده أنا لحد النهاردة بعافر مش بعافر بس عشاني للأمانة أنا بعافر أكتر بعافر عشان بحاول بشكل من الأشكال ولو حاجة صغيرة جدا أني أخلي أمي بشكل من الأشكال فخورة بيا أن أنا مش القلة ولا كيس الجوافة. شكرا مرسي. اللي الناس كانت بتقول عليها وانا سعيده جدا ان انا موجوده النهارده معاكم وانا مبسوطه قوي ان احنا اتكلمنا مع بعض اينما انا بس اللي بتكلم بس انتوا بتسقفوا ده كويس خليكم بتسقفوا فشكرا جدا ومرسي وانا مبسوطه قوي على وجودي مرسي كل الناس شكرا مرسي.